شايف من تتصارع الشركات وتتنافس من اللي يستفاد؟ الوحيد انت تستفاد. تعال خليني اسولف لك على الكومون 20 برو. هذا الجهاز هواي بي مميزات وشغلتين تقريبا ما عجبني بالجهاز. هسه راح تقول لي ليش الجهاز حاطه بالكفر؟ اول شيء حاطه الجهاز بالكفر، هاي شغله غريبه، لان هذا اول شركه تقدم لك كفر مات للجهاز وتقدر تعتبره درع للجهاز، اضافه الى وزن الخفيف الجهاز، بس هو حتى الكفر اصلا يصير وزنه خفيف. بعدك ما متابع القناة؟ حتى لو ما تتابع لايك حلو كومنت، وتحياتي لك، وتعال خلنا نسولف. هذا الكمون 20 برو جهاز اللي يجي عندك مصنوع من مادة البلاستيك بالظهر، إضافة إلى مغطى نوعا ما بالجلد بالظهر، وهذا الشيء راح يعطيك نقطة قوة للجهاز. راح تقول لي ليش؟ لأن من يسقط الجهاز أو يطيح من عندك أو يتأثر بأي شيء ما راح الجهاز ينتلف أو يتأثر بأي شيء، بس الإطار عندك راح يجي عندك لامع، وهذا الشيء راح يلم عندك بصمات، بس الظهر ما عندك ما راح يلم بصمات. عندك بالظهر عندك هنا ثلاث كاميرات خلفية، والشيء الحلو هنا عندك الإضاءة مالت الكاميرا راح تجي على شكل رينج لايت، وهذا الشيء جديد. ومن تسوي أشياء جديدة وتستفاد من عندها الزبون، مو مجرد إنه شغلات بس سوفت وير وضحك على المقابل، هذا الشيء أنا صراحة أحب أمدح. صراحة تقول لي أمدح بالجهاز؟ أبداً، ما عندي حتى أي تواصل ويا شركة انفليكس. بالنسبة للجهاز وشاشة الجهاز، عندك شاشة راح تجي 10 من 10، وانا اقول لك 10 من 10 يعني هنا نوع الشاشة اوموليد وتدعم 120 هرتز، وشاشة الوانها جدا زاهية، والشاشة راح تستفاد عندك بالالعاب، برامج التصفح، حتى لو ما كنت انت تستخدم العاب الشاشة جدا قوية، لان انا اليوم من ارد اقلب ببرامج التواصل اريد شاشة انا تعطيني الوان زاهية، او من ارد اخذ صورة او سيلفي، ترى الشاشة هم تأثر على كل شيء. وهنا مو بس الشاشة راح تجي عندك قوية، راح يجي الصدمة الكبرى لسعر الجهاز. الجهاز سعره تقريبا 160 دولار، ولو المفروض احنا ما نقول بالدولار، تقريبا يصير 230 ألف حسب سعر الصرف، أو 235 ألف. عندك المعالج هذا الجي 99، صراحة هذا المعالج شان يجي ويا أجهزة فوق ال 200 دولار، يعني أعتقد الشركة هنا ما رابحة بالجهاز، أو مجرد بس تريد تنافس وما تريد تخسر زبونها، او تريد تلم زبون جديد لها كمستهلك، عفوا نقول زبون لين على المبيعات، كمستهلك جديد. هنا الجهاز راح تاخذ انت هذا المعالج جدا قوي. شنو بي هذا المعالج الشيء الحلو؟ انا صراحه إن هذا المعالج احبه، من المعالج الجي 88 اللي تعودنا عليه بالفئه الاقتصاديه اللي موجود، بس هنا الشركه طرحت هذا من جده وجديد، وهذا الشيء انت تستفاد منه. بالتالي ايش راح تحصل؟ بالتالي انت راح تحصل انه هذا المعالج راح يستهلك طاقه اقل بالبطارية. يعني البطارية راح تكدك أكثر من يوم. صراحة أنا استخدمته ولو جهاز ثاني، وهذا جهازي الرئيسي، بس الجهاز انطاني بالألعاب حتى ما صرف شحن ذاك هواي، وهذا الشيء يدعم المعالج. وعلى طاري الأداء بالألعاب، عندك راح يشغل لك لعبة البوبجي بأربعين فريم، ومن أقول لك 40 فريم لا تستهان بالأربعين فريم، لأن عندك الأربعين فريم اللي موجودة بالتكنو 20 برو تحسها كأنما مو قصدي أنه أمدح هذا الجهاز، هو أنا أمدحه يعني يجبرني، اكو شخص يجبرك على المدح، هذا الجهاز يجبرني على المدح، تعودنا عليها تعلق ولاق وجهاز حماوة، ابدا هذا الشيء لان عندك الشاشة قوية والمعالج قوي. هنا راح تاخذ انت ال 40 فريم تحسها انت 60 فريم. جرب هذا الجهاز وراح تتذكر انت حكايتي. طبعا عندك جهاز باللعبة البوبجي راح يشغل لك اياها بدقة ال HDR. عندك هنا المعالج جدا قوي، والمعالج على 6 نانومتر التصنيع مالته. هنا عندك ما راح يسبب لك اي لاج موجود بالجهاز باداء بالالعاب، وتقدر تشغل عليه كل الالعاب، بس لعبة البوبجي اللي هي اثقل لعبة راح يعطيك اياها 40 فريم، وممكن بالتحديثات القادمة ممكن، انا قلت لك هنا ممكن. اما اذا رحنا على الصوت مالته، راح تاخذ تجربة الصوت، عندك سماعة فوق وسماعة تحت، عندك صوت ستيريو، وعندك الشحن تايب سي اللي راح تاخذ انت بطارية 5000 ملي امبير و33 واط وشحن سريع، وهنا عندك المنفذ 3.5 ملي اللي انا صراحة هم احب هذا المنفذ اللي تستفاد انت عندك بالالعاب. عندك شنو بقى؟ بقت الكاميرا الخلفية اللي اصلا انت راح تشوفها ثلاث كاميرات، بس انت راح تستخدم الكاميرا الرئيسية اللي هي 64 ميجا بكسل، اما عندك الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل، وعندك هذا الرينج لايت اللي يفيدك بالتصوير الليلي. الكاميرا مالته أداها جدا مقبول وجدا حلو، وتقدر تعتبرها اصلا مو سعر هذا الجهاز. حتى بالتصوير اللي احنا اخذناهن بالتصوير، شوف شنو الحلو مسلم من اخذنا التصوير بالليل وبالنهار، اصلا ما واجهنا اي شيء، صورته حلوة وأداءه حلو ومعالجه قوي وشاشته أقوى. عندك شغلتين اللي ما حبيتهن صراحة بالجهاز وأصلاً ما يأثرن، هنا أنا فقط
ولو انت غصبا ما عليك راح تخلي كفر، بس هنا عندك الظهر لامع، عندك الجهاز ما راح يدعم عدسه الالترا وايت، ولو هواي ناس يعني ما تستفاد من هاي العدسه، وعندك ما راح يدعم او ما راح تدعم تقنيه الجيروسكوب. نظرا للسعر يعني صراحه، ونظرا للشاحنه، ونظرا حتى ويا الكفر اللي مطيك اياه هديه، جهاز انصح ابيه بالشراء او ما انصح، بالعكس ان الجهاز اليوم ما تريد لك جهاز بسعر $230 صعب تحصل هاي المواصفات. هواي شركات بس شنو مطيك شاشه بس ماخذين معالج، مطيك كاميرا بس شنو ماخذين غير شغله، يفرون عليك. بس السلبيات اللي موجوده ما تاثر عليه كشراء، وزنه جدا خفيف وراح تحبه، وخصوصا اليوم من او هاي الايام من مخلصه او جايتك العطله، يفيدك لاطفالك او يفيدك انت تستخدمه انت بصوره رئيسيه كمستهلك للجهاز. واصلا راح تحصل عليه ضمان اذا اخذته من عندنا من ابل ستور او من اي مكان، بالعافيه عليك من اخوك حسين الكوري، وعندنا توصيل لجميع محافظاتنا. واذا حبيتوا الحلقه او اذا حبيتوا اي شيء بالحلقه اكتب لي بالتعليقات او اي شيء انت تريد. تحياتي لكم من البصرة الفيحاء، من أخوك دائما وأبدا حسين الكوري.